مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. تحياتي محدثكم فارس عوض سعيد بتواجدي للتعليق على أحداث هذه المباراة. كل المعطيات تشير إلى أننا بانتظار مباراة على أعلى مستوى. ننتظر مباراة كبيرة من الفريقين ونتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة والمتعة. نادي الشباب، الفريق العريق في العاصمة السعودية الرياض، النادي اللي تأسس في 1947. نادي الشباب شيخ الأندية، أقدم الأندية الوسطى، الليث بلا شك يعتبر صاحب تاريخ كبير بالنسبة لأندية المملكة العربية السعودية. شوف تشكيلة أصحاب الأرض والجمهور في مباراة اليوم. الفريق راح يلعب تشكيلة 3-5-2 التقليدية. واضح الآن التشكيلة اللي يلعب فيها الشباب مباراة اليوم. واضح الاعتماد اليوم على خطة 4-5-1 التقليدية. واضح أنه يريد السيطرة على وسط الملعب. في وسط أجواء كبيرة والكثير من الأهازيج في المدرجات، ضربة البداية لهذا اللقاء. كايو كوريا بتضيع الكرة. غوانكا سيبا، كرة في الجناح، عمل جيد في قطع الكرة. تحت الضغط في هذه اللقطة ويخسر الكرة. غوانكا ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. تسديدة خطيرة، أوهو فرصة خطيرة بتضيع. محمد عبد الرحمن، تدخل وإبعاد الكرة إلى التماس. الشباب يستعيد الكرة. تمريرة بالخطأ بدون تركيز في اللقطة، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. بيخسر الكرة. محاولة هجومية هنا. بانيكا فدائية كبيرة في هذه اللقطة. شوف اعتراض الكرة. تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. مساحة أمامه على الجناح من الممكن استغلالها. ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. لحظات وتنفذ رمية التماس. ألفريد إندياي يخسر الاستحواذ. هجوم لمصلحة نادي الشباب. ضاع الاستحواذ مرة أخرى. إيفر بانيكا يحاول أن يشكل خطورة. فرصة خطيرة هنا.
تصدي ممتاز في اللقطة، الله على القفاز، ممتاز الكرة الماضية. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. ديوب، غوانكا يخترق ولديه المساحة. ضاعت الفرصة، كانت خطيرة، شوف كيف فكر فيها، حب يلعب للكرة لوب، جميلة الكرة لكن مرت، لكن راحت عالية عن المرمى. كرة بتضيع. انطلق على الطرف، فرصة والمساحة موجودة. تدخل ممتاز، أبعد كرة كانت خطيرة جدا على المرمى. أضاعوا الكرة. إيفر بانيكا يتقدم بالكرة. يا الله ضاعت الكرة، غريبة جدا، واحد على واحد مع حارس المرمى، كم ممكن يمر، كم ممكن يتعامل فيها بشكل أفضل، كم ممكن يسجل، لكن كرة تسديدة افتقدت للدقة للتركيز، الكرة بتضيع خارج المرمى. يا الله على الفرصة الذهبية. لابا كوجو، بندر الحبابي، كرة بينية فيها خطورة الآن، الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. كرة سهلة عند حارس المرمى. شوط أول ينتهي والنتيجة سلبية. الشوط الثاني يبدأ وركلة بداية لنادي الشباب. إيفر بانيكا، ديوب، إيفر بانيكا، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، كرة بتصل أمام المرمى. كايو يفتتحون النتيجة، يشعلون اللقاء، 1-0 يا رب. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة، لكن إنهاء الكرة في المرمى شيء آخر، تعامل مميز مع ضغط الخصم ومن ثم تسديدة المميزة في الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. استخلاص الكرة في وسط الملعب. ديوب ينطلق بالكرة نحو المرمى. غوانكا يستخلص الكرة وينهي المحاولة. عرضي على القائم الخلفي، بيشتت الكرة في هذه اللقطة. مدرب الفريق الضيف على وشك انه يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. ينطلق بالكرة الخطيرة، تسرع في التحرك، يقع من خلاله في مصيدة التسلل. لم يتبقى على هذه المباراة الكثير والفريق متأخر في النتيجة، ولذلك من الطبيعي أنك تشاهد المدرب الآن يلجأ إلى دكة البدلاء في محاولة لتغيير الموقف. ديوب، كريستيان غوانكا، الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. غوانكا، ممكن التعادل، فرصة سهلة بتضيع على الفريق،
كان ممكن يتعامل معها بشكل أفضل. الكرة كانت من مسافة قريبة، كان ممكن ينفذها بهدوء، لن يضربها بقوة خارج الشباك. سيبا، الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية، فرصة كبيرة للتسجيل، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. بيعدي بمهارة من فوق اللاعب، يعود للخلف من عرضية جميلة، تسويب الآن يوقفها حارس المرمى. فرصة للتعادل من الضربة الركنية. يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. تدخل ناجح على الكرة، تدخل جيد وكرة تخرج إلى ركنية. بيلعب للكرة الوسطى 18. اوه، فرصة خطيرة جدا، راح وضرب الكرة براسه، لكن وين التوجيه؟ ضاعت الكرة، راحت الكرة. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. دفاع يغلق الطريق ويمنع الكرة العرضية. الفريد اندياي، عرضية في وسط منطقة الجزاء. الفريد انداي، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. تصدي رائع حقيقة، حارس المرمى يقدم مباراة كبيرة. لا نشاهد اللاعبين وعمليات الإحماء على الخط، ممكن يكون تبديل في الدقائق القادمة. يا سلام على هذه الجماهير، انظر إلى المدرجات، استمع إلى الهزيل، مر فيها، انطلق فيها، راح راح، المرمى خالي، يضع الكرة في الشباك. أوه على هذه اللقطة، هدف كان هدية، لم يبذل في أي مجهود حقيقة، المرمى كان خالي، وضع الكرة في الشباك. مثل هذه الكرات يحلم فيها أي لاعب. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. 5 دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. كريستيانو غوانكا، سيبا، مضيع الكرة، سالم عبد الله. الوقت بدل ضايع في تقدير حكم المباراة، 3 دقائق. كرة خطيرة، الله على التصدي وإبعاد الكرة. كرة بتخرج إلى ركنية، تحولت للفريق الخصم، والآن تأتي صافرة نهاية المباراة وفوز لأصحاب الأرض على ملعبهم وبين جماهيرهم. مباراة كانت قوية، لكن الفريق عرف كيف يحسمها لمصلحته في النهاية، وعرف كيف يخرج منتصر بعد أداء ممتع دفاعياً وهجومياً.